هنبدأ مع حضراتكم دلوقتي جولة كده في أحوال المرور وبعدها نظرة سريعة على أحوال الطقس. دلوقتي هنبدأ جولتنا المرورية بشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة مكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات نسبية. أما لو رحنا عند كوبري الجلاء فهنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار كمان في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية متجه للفنجري ونفس الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. بيشهد نفق الأزهر دلوقتي انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصولاً لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم هيكون فيه سيولة مرورية كبيرة. بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولاً لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية القصر العيني وبعض الكثافات في محور النصر لغاية المنصة وشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين ومنها طبعاً ميدان التحرير وروكسي وربع العدوية. نروح مع بعض للجيزة هنلاقي إن شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات. بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية وأيضاً للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان. أما المتجه لأكتوبر فهيكون في سيولة مرورية. هنروح لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة هنلاقي إن في كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي. كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان. يفضل التوجه لمحور عرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. وكمان في كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي في كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين. في كثافات كمان في محيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. تعالوا نروح مع بعض محافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة هنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. لما نوصل هناك هنلاقي إن في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظة أسيوط. وهنكمل جولتنا المرورية ونروح الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك فيه سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مع استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة زي ما أشرنا، وده هيزود من إحساسنا بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 37 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 وأقل درجة حرارة في مطروح 32 درجة. طبعا تفاصيل الطقس كلها موجودة معانا بس بعد شوية.